نسير إذن مشاهدينا الكرام وشوطنا 19 ينطلق تسير مع هذه الأسماء. والشوط 19 طبعا مخصص للأبكار، بينما يتبقى لدينا شوط آخر وهو الشوط الختامي. هذه المسيرة تسير، والمركز الأول مع حشيمة بطي بن سعيد بن سلمة المنصوري يتواجد ليحتل الصدارة الأولى ويستفتح هذا الشوط بالنداء، بينما المركز الثاني محمد بن علي بالقريني المنصوري قدم لنا من خلال هذه اللحظات سودة تحتل المركز الثاني. والمركز الثالث وصلت مشغلة سعيد بن جعفر بن مرخان الاكتبي، هو من يقدم مشغلة على المركز الثالث. المركز الرابع وصلت الشاينية سيب بن مطر بن محمد بالضبيعة يتواجد على المركز الرابع. والمركز الخامس فزعة مطر بن سعيد بن محمد الرميثي يتقدم مشاهدينا الكرام ليقدم لنا من خلال هذه الانطلاقة فزعة في هذا اللقاء. هكذا كانت النتيجة، هكذا كان اللقاء والود بين هذه الشعارات في منافسات هذا اليوم في تقريبا آخر هذه المكارم في هذا الموسم لاسمه الشيخ طحنون بن محمد بن خليفة آل نهيان، حيث تابعناها مع 4 أسابيع بين الفطامين والحقايق واللقاية والإذاع، بينما تسير منافسات مشاهدين الأعزاء آخر أسابيعها في هذا اليوم مع سن الصغار بلا شك، ولكن عودة إلى فزعة، عودة إلى فزعة. والمركز الأول والسيطرة من شعار الرميثي، هنا يتقدم مشاهدين الأعزاء محمد بن سعيد بن مطر الرميثي يتقدم ليحتل المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما نشوف المركز الثاني. المركز الثاني سعيد بن جعفر بن مرخان يحتل ثاني المراكز مشاهدين الأعزاء، والمركز الثالث هناك يعني اللي وصلت حشيمة بطي بن سعيد بن سلمة المنصوري الآن يتواجد على المركز الثالث، على المركز الثالث. نشوف النتيجة، لا زالت يعني أبواب التحدي والمنافسة مفتوحة حتى خط النهاية، ولكن شوف اللي يباله النقطة الثامنة شعار الرميثي بدأ يسير مشاهدينا الكرام إلى النقطة الثامنة، بينما هنا بن جعفر يحاول أن ينتزع يعني المركز الأول ويحقق انتصار جميل ورايع. عودة إلى البداية وعودة إلى وجود إذن لا زالت المقدمة مشاهدينا الكرام مع فزعة، فزعة في صدارة هذا الشوط. محمد بن سعيد بن مطر الرميثي المركز الثاني وصلت مشغلة، سعيد بن جعفر بن مرخان يتواجد على المركز الثاني، على ثاني المراكز الثنتين خلاص راحا أبعد عن المسار، أبعد عن التحدي والمسافة عن البقية، والتنافس بين الثنتين، التنافس بين الثنتين خلاص دخلنا في أجواء مشحونة، أجواء تحدية خطيرة 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 خطيرة. ال 400 متر الأخيرة الله 400 متر مشاهدينا الكرام، بعد ذلك ننهي هذا الشوط لصالح منا، لصالح مشغلة أم لصالح فزعة؟ فزعة المسيطرة، فزعة المسيطرة، فزعة المسيطرة. محمد بن سعيد بن مطر الرميثي يلا يلا عادي يا محمد، يلا حرك يا محمد، خلاص شوف يعني خلاص أعطيناك يعني أولوية للفوز والناموس والانتصار. والنقطة الثامنة لآلي السمحة، الثامنة الثامنة، هناك سعيد بن جعفر بن مرخان يحاول مع مشغل فزعة، 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 تحركت فزعة، تحركت مشغلة، فزعة، مشغلة، مشغلة فزعة، 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 راحت، راحت فزعة. مشاهدينا الأعزاء محمد بن سعيد بن مطر الرميثي الرميثي النقطة الثامنة، نجم نجم هذا الشاب اليوم، نجم النجوم تانينا والناموس محمد بن سعيد بن مطر الرميثي. المركز الثاني سعيد بن جعفر بن مرخان، بينما المركز الثالث مشاهدينا الأعزاء صيب بن مطر بن الضبيعة، والمركز الرابع حمد بن علي العويسي، خامسا يأتي بطي بن سعيد المنصوري. هكذا كانت النتيجة تهانينا والناموس لجميع الفائزين.